وسهلا متابعي ومحبي قناة الشروق أينما كنتم، حبابكم عشرة في حلقة جديدة من برنامج في الموعد. نسعد جدا باستضافة اثنين من النادي الرياضي الثقافي من منطقة جبل أولياء، المنطقة التي اشتهر أهلها بالترابط الاجتماعي واشتهر أهلها بالكثير من الصفات الرائعة التي جعلتها مصبا ومركزا متميزا للسياحة الداخلية والخارجية أيضا في السودان. من نادي الجهاد الرياضي الثقافي معي الأستاذ الصادق الهادي، وهو نائب الرئيس لنادي الجهاد الرياضي الثقافي، والأستاذ أسامة محمد عباس الأمين المالي في إدارة نادي الجهاد الرياضي بمنطقة جبل أولياء. فيا أهلا وسهلا. مبدأ أن حبابكم عشرة، شرفتوا ونورتوا، فحابين نبدأ بالسيد الصادق الهادي لو تحكي لنا عن الفكرة العامة لنادي الجهاد الرياضي الثقافي بجبل أولياء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في البدء نشكر قناة الشروق لإتاحة الفرصة لنادي الجهاد الرياضي. نادي الجهاد الرياضي الثقافي أسس عام 1960 بحي الحيلة الجديدة، تأسس على يد الوالد المرحوم أحمد ملاس رحمة الله عليه. امتد النادي بإسهامات كثيرة، يعني هو راضي نادي رايد في جبل أولياء، نادي رياضي قيادي ثقافي، لنا إسهامات كثيرة جدا وماشيين في سكة نمت، وإن شاء الله نحن على السكة ماشيين بإذن الله. بإذن الله تعالى. السيد أسامة محمد عباس، لو تحدثنا أكثر عن تاريخ التأسيس للنادي الجهاد الثقافي الرياضي بمنطقة جبل أولياء. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الأخت مودة محمد عباس للإضافة وعناة الشروق، وبالإضافة لما ذكر الأخ الصادق، نادي الجهاد طبعا في جبل أولي الحلة الجديدة، التأسيس 1960 من المؤسسين المرحوم الحكيم، والنادي طبعا ثقافي ورياضي واجتماعي، نادي درجة أولى طبعا في جبل أولي، الاتحاد المحلي لكرة القدم في جبل أولي يعتبر من أندية الدرجة الأولى. النادي طبعا بدأ بالبرامج الرياضية أول حاجة، بعد كده اجتماعي، ومن أوائل الأندية في جبل أولياء إنها أدخلت جهاز التلفزيون في زمن أبيض وأسود، وفي نفس الوقت اجتماعي، يعني له يعني فعاليات كثيرة في الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي، في مجلة حائطية كانت بتصدر في النادي، وبرضه ساهم من الجوانب الاجتماعية في الأسواق الخيرية، من أوائل الأندية دعمت الأسواق الخيرية من السبعينات إلى سنة 89. وبالتالي يعني ظهرت يعني نشاطات في ظل الإدارات المختلفة المتعاقبة على النادي، وفي نفس الوقت في الجانب الثقافي برضو بنحتفل باحتفالات عيد الأم كل سنة، وبنحتفل باحتفالات ثورة ديسمبر المجيدة. يعني أنكم تهتمون كما يقال بالجانب الرياضي والثقافي. نعم. وجوانب أخرى. جوانب أخرى، نعم. يعني الاحتفال بعيد الأم دي حاجة جدا جميلة. جدا، نعم نعم. بتحضروا ليها من بدري وبتكرموا الأمهات وكذا. نعم نعم، بعيد يعني بيكون يوم مفتوح، يوم صحي. كويس، وبنعمل في نفس الوقت بنكرم الأمهات كبار السن. يعني السنة قبل اللي فاتت كرمنا كبار السن في الحلة الجديدة بالذات، وقدمنا لهم هدايا رمزية، وفي نفس الوقت كان في يوم صحي عبارة عن مستشفى العيون، مستشفى مكة للعيون، جات عملت لنا يوم صحي والأسنان برضو. فهذه كلها من ضمن الفعاليات الاجتماعية اللي بتحدث في نادي الجهاد يعني سنويا. نعم. إذا ما هي الأسهم التي يعني كان لها نصيب أنه تقدمت بها النادي؟ ما هي الأسهم؟ إسهامات في مجالات أخرى، يعني أنتم ما شاء الله عندكم مجالات الآن صحية.
مجالات على نعم. مجالات الثقافية، نعم. هل في مجالات أخرى كمان بتعنوا بها؟ والله ضمن أول حاجة إحنا في مجلس إدارة النادي تشرف جدا إنه عندنا 3 عناصر نسائية أعضاء في يعني دي في مجلس إدارة نادي الجهاد، من العناصر النسائية الشابة يعني هي عندهم مساهمات فعالة جدا يعني في احتفالات عيد الأم هم كلهم الدور الأساسي. دي في الجوانب الثقافية والجوانب الاجتماعية. فمن ضمن الحاجات برضو ما بعيد مننا عندنا جروب باسم نادي الجهاد في الواتساب، وعندنا جروب باسم نادي حلة الجديدة، وعندنا جروب في الواتساب برضو بنادي الجهاد. دي بتحصل فيها تفاعلات وتحصل فيها أفكار وتحصل فيها نقاشات تطوير، يعني دي تضافر ما بين المواطنين وأعضاء مجلس الإدارة. بالضبط كده بيكون في تكاتف، نعم، تاخذوا برأيهم، نعم، وتتبنوا نعم، أفكارهم، نعم، حلقة وصل بين يعني سكان المنطقة، سكان الحلة الجديدة وإدارة يعني المنطقة. سهلتم التواصل فيما بينكم وبينهم لدرجة كبيرة جدا، زي الأسرة. نعم، أي زول يقول أسرة. عنده يقول فكرة، نعم، تتبنوها و... بالضبط كده. كلام حتى جميل. مهرجان السياحة اللي تطرقنا له كان عبارة عن فكرة من أحد أبناء جبل بر السودان. يعني من هو صاحب الفكرة؟ يعني من أين أتت فكرة مهرجان النادي أو مهرجان بنقول سميته شنو تحديدا؟ هو ده كان الموسم الأول، مهرجان نادي الجهاد لصيد الأسماك والألعاب النهرية الأول. ممتاز. إذا من أين أتت فكرة هذا المهرجان؟ الفكرة نبعت في الجروب، في الجروب، وبعد ذاك في مجموعة الواتساب، في الواتساب هاي. فكنا من الناس بتتكلم وتتباحث وفي الأحوال عموما وفي أحوال المنطقة، في إنه المنطقة المفروض ترتقي بالحاجات وممكن الناس تقدم شنو. فالفكرة جات من أخونا عمر سيد أحمد أو غزاف سيد أحمد اسم واحد يعني. هو من الطيور المهاجرة مقيم في رواندا. فقال لي يا أخوانا نحن ما نعمل مهرجان بتاع صيد أسماك ونتبناه إن شاء الله ونعمله كلنا كده، يكون حاجة سنوية، يكون حاجة سنوية. في البداية الناس ما كانت فعلت، بديناهم ساعة، بعد ذاك الناس بقت كل واحد يدلو بدلو في الموضوع. نحن كمجلس إدارة عندنا جروب بتاع مجلس الإدارة، حولنا الفكرة دي في الجروب وعملنا اجتماع مباشر طوالي في الجروب واتباحثنا فيه، وبعد ذاك طلعنا بانه احنا المفروض نتبنى الفكره كنادي ونجهز المتطلبات كلها. وبعد ذاك طلعنا لهم بنتيجه اجتماعنا انه المهرجان هيقوم. ففي بعض المصدق والبعض الما مصدق، يعني احنا الكلام ده كله في 24 ساعه. يعني الفكره اتولدت استجابه سريعه جدا لفكره طرحت من قبل احد الاعضاء. طوالي احنا سخرنا جميع امكانياتنا الماديه والبشريه للفكره بتاعت الاخ الزافي. وزي ما ذكر الاخ اسامه عملنا لجان طوالي وكوننا، وكل زول بيكون عارف مهمته. طيب الان احنا ممكن نقول رد فعل الجمهور او ابناء المنطقه كان شنو تجاه المهرجان؟ يعني المهرجان السنوي الاول، نعم، لصيد الاسماك والالعاب المائيه. طيب بعد ما الفكره طلعت من منصات التواصل الاجتماعي يعني بعد كده لقينا تفاعل منقطع النظير، لانه مهرجان صيد الاسماك والالعاب النهريه في منطقه جبلولي تعتبر حدث تاريخي، بمعنى انه منطقه جبلولي اساسا منطقه سياحيه وعلى النيل، وعندنا صيادين داخل منطقه جبلولي وخارج منطقه الجبل، من كل ولايه الخرطوم بيجي يصطادوا يوم الجمعه والسبت من كل اسبوع. فبالتالي الفكره انها تكون مهرجان صيد وفي جبلولي دي يعني لمست اوتار كثير لمواطنين جبلولي وعشاق الصيد وهواة الصيد. وجبلولي تاريخيا معروفة إنها منطقة يعني كثير من سكانها بيمتهنوا مهنة الصيد كالمهنة الأساسية الأولى، كمهنة أساسية أولى. بعضهم يعتبر هواة للصيد، لصيد الأسماك. بعض الهواة
ديكاثلون مصدر دخل، مصدر رزق. ولكن للاسف الشديد كل الممارسات في النيل وسائل الصيد وسائل تقليديه الى اليوم. يعني انتم حاولتوا انكم تغيروا طريقه او توعوا الناس؟ احنا بنتمنى وبنطلب من الدوله تساهم في تطوير معينات الصيد بالنسبه للصيادين او صغار الصيادين. يعني قبل كده كان في فكره تبناها ديوان الزكاه واستجلبوا يعني قوارب وماكينات صيد لبعض الصيادين كدعم للاسر، يعني الاسر الصيادين. لكن هي يعني فكره كانت بسيطه، واحنا بنطمح اكثر من كده انه وسائل الصيد تكون حديثه على اساس انه شنو يكون مصدر دخل. وطبعا سمك الجبل مشهور يعني من اكثر بلا منازع. نعم الله يديك العافيه. اذا نطلع الان لفاصل قصير نستمع فيه لاغنيه من احدى فنانين نادي الجبل الهادي ودى الجبل، ونعود مره ثانيه. عرفتك وما يا كلب عرفك، عرفتك وما يا كلب عرفك، عرفتك عرفت شوق عرفت برغيغ لما في حزنك تصور، عرفت شوق عرفت برغيغ لما في حزنك تصور. عرفتك وما يا كلب عرفك. لا 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 عرفتك وش اللي العرف عنده ولا العنيد متحير، اتغيرت وتبدلت وقلت الزمن ما بغير. عرفتك وش اللي العرف عنده ولا العنيد متحير، اتغيرت وتبدلت وقلت الزمن ما بغير. عرفتك وما يا كلب عرفك. تاتينا الحنان عشان يكبر يجينا الصبي، تاتينا الحنان عشان يكبر يجينا الصبي. قربناه دور يا زمان دور وقفه وتعال عدي، قربناه دور يا زمان دور وقفه وتعال عدي. قلبه الكان يعيش الغيم وحسنه الكان يعيش قلبي، قلبه كان يعيش الغيم وحسنه كان يهيج قلبي. كم وصاني ما انسى واصبح ناسي ما منسي، كم وصاني ما انسى واصبح ناسي ما منسي. عرفتك وما يا كلب عرفك. كنا العرفة ليك تاني وقالوا طال زمان اتصر، كنا العرفة ليك تاني وقالوا طال زمان اتصر. أنا طايف وعادك شوق وصعبان عليك توصل، أنا طايف وعادك شوق وصعبان عليك توصل. جيت دخلت تفوت الحد غريب وجونك تتأمل، جيت خلاص افوت لحد غريب وجونك تتأمل. لو جيتنا بجديد تعال ابدا فوق الفات لا بنعاتبك ولا بنسأل. جيتنا بجديد تعال ابدا فوق الفات لا بنعاتبك ولا بنسأل. لو جيتنا تعال ابدا فوق الفات لا
بنعاتبك ولا بنسأل. لو جينا تعال ابدا وبدنا بنعاتبك ولا بنسأل. لو جينا من جديد تعال فوق الفاتنة بنعاتبك ولا بنسأل. لو جينا من جديد تعال ابدا فوق الفاتنة بنعاتبك ولا بنسأل. يا اهلا وسهلا، ونواصل احنا كمان اسئلتنا بعد الفاصل الغنائي الجميل من الفنان الهادي ود الجبل. قلنا قبل شويه انه مهرجان الذي اقيم المهرجان الاول لصيد الاسماك والالعاب المائيه، ماذا تعنون بالالعاب المائيه؟ بالنسبه لصيد الاسماك طبعا الصيد التقليدي بالسنارات، صيد الاسماك يعني يكون في المركب مثلا في اثنين بيصطادوا فتره زمنيه محدده ساعتين ثلاثه ساعات، بيكون في حكام بيكون في مراقبين. اكبر سمكه هي تفوز بالجائزه الاولى، اكبر كميه من الاسماك جبتها كيلو 2 كيلو 3 كيلو يكون عندك فرصه للفوز برضه. ده بالنسبه لصيد الاسماك. بعد كده الالعاب النهريه هي في كره الماء من ضمن البرامج المطروحه. بعد كده في السباحه، السباحة التقليدية العادية دي، السباحة الحرة. نعم السباحة الحرة. الكلام ده كله سيد صادق يقام في نهر ولا في مسابح ولا المكان بالضبط وين؟ هو المكان على ضفاف النيل الأبيض، المنطقة الشمالية لخزان جبل أوليا اللي هي المنتجع في البحر. الحاجات دي كلها نحن قصدنا ذاته انه يكون في على الطبيعة لخصوصية المنطقة ذاتها. حدثنا أكثر عن خصوصية المنطقة. طيب لما أنا أقول جبل أوليا أزول في ذهنه طوالي بيتبادر إنه المنطقة السياحية، المنطقة الغنية بالأنواع الأسماك، غنية بالفنانين والرياضيين. نحن عندنا كم هائل جدا من اللعيبة بيلعبوا في الممتاز، وخزان جبل أوليا كإرث وتاريخ يعني اتبنى 1933. الجبل ذاته جبل أوليا، اختيار المنطقة لبناء الخزان كان بمواصفات جمال المنطقة والطبيعة الموجودة فيها. موقع الجغرافي، موقع الجغرافي نحن يعني نبعد من الخرطوم 40 كيلو. الآن نحن ما بعيدين، عندنا زيارات طوالي. يلا نحن دارين نعكس الوجه المشرق بتاع جبل أوليا ونغير فكرة الزائر اللي بيجينا. نحن دارين الزول لما يجي جبل أوليا ما يكون هدفه انه خاش البحر يصطاد شال سمك طلع، لا نحن دارين نوفر له حاجات ترفيهية أكثر، معينات على الترفيه. يعني بيجي بيلقى اي حاجه موجوده عنده. دي 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 خططنا المستقبليه انه نحن نغير الفهم والمفهوم. دارين نعمل سياسه متخصصه، سياحه متخصصه عفوا. يعني السياحه المتخصصه نحن بتكون على النهر بطبيعتنا نحن بحاجاتنا. من ضمن الحاجات اللي نحن هنعملها داخل المهرجان نحن هنعمل معارض لحاجاتنا التقليديه المصنوعه داخل جبل أوليا، الفسيخ والملوحه المعروف عند اغلبيتنا سهل الشمال بالتاركين. يعني احنا عاملين معرض وحنجيب امهاتنا وخالاتنا وخالاتنا الناس اللي بيعملوا وحيشرحوا للناس. يعني في زول بيكون شاف الفسيخ لكن كيفيه صناعته والمراحل بتاعته ما بكون عارف. يلا ده اهدافنا انه احنا نعرف الناس اللي بيجونا بحاجاتنا. جميل، يعني احنا ممكن نقول انه دي ملامح للمهرجان، انه من نوع من المشاركه المجتمعيه ايضا، انه حتى الاكل حابين توضحوه للناس، مراحل تكوينه ومراحل صنعه وشرح كافي سواء للسائح داخل الخرطوم او خارج الخرطوم كذلك. بالضبط. نحن ذاته كمجلس اداره
يعني عندنا حاجة تسمى المسؤولية المجتمعية، يعني بنحاول انه نحن نشوف انه نحن ده نخدم المجتمع بشنو. منجيب دائما في شركات في بيوتات تجارية بتخدم في المجتمع، نحن كنادي ممكن نقدم للمجتمع شنو؟ الحاجات اللي ممكن نقدمها لشبابنا الصغار شنو؟ الحاجات اللي ممكن يستفيدوا منها في المهرجان. يعني قبل الاخ اسامه ذكر انه بالنسبه لموضوع الصيد، في الصيد الجائر بالنسبه للاسماك هو قانونيا مفروض الاسماك في عمر معين وفي حجم معين. طيب سؤال مهم لو بدون مقاطعه، تحدثت عن موضوع جدا مهم يعني مؤرق جدا في كثير من دول العالم لا سيما في قاره افريقيا، الصيد الجائر. هل قوانين اللي انتوا واضعينها في ناس عارفينها؟ هل يعني انا مثلا اذا حبيت ان انا امشي اصطاد هناك، هل في لوائح مكتوبه بتقول انه ممنوع كذا 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 ومسموح بكذا كذا؟ الحاجه دي موفره من قبلكم؟ طيب انا ذكرت لك انه احنا في مجلس اداره يعني خدتنا دي اهداف دايرين نشتغل بها. الاخوه في المصايد هم ما مقصرين، لكن نحن مسؤوليتنا المجتمعيه تجاه المجتمع بيشوف انه في حاجات مفروض تتخطى. يعني اللي قدامنا نحن حنطلع الناس كورسات ناهل الصيادين، عندنا افكار في انه نحن نعمل دورات في انه حتى حجم الـ 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 الاسماك البسطات مفروض يحدد. نحن حنساعد، نحن حنكون جهه مساعده للاخوه في صيد الاسماك اللي هي دي جهه غايمه بذاتها، هي ما مقصره، لكن البحر واسع، فنحن ذاته لما نتضامن معهم ونعمل دورات ونعمل تاهيل لشبابنا وللصيادين، نعمل لافتات. ليه؟ لانه انا بحس انه يا اخي النيل ده، النيل ده حقي وحقي كتير وحق اجيال. ما حنعمل اباده جماعيه، سمك ده لما يصطاد صغير بيعمل اباده جماعيه، بعد شويه ما حنلقى الحاجه دي برضه ما في. فدي احنا حاسين من مسؤولياتنا، يعني احنا خلاف الكوره خلاف الحياه الثقافيه من عائل المنطقه انه احنا دارين نقدم شنو. متناغمين جدا احنا في مجلس الاداره، ومن هنا انا احيي صاحب المبادرات الاخ الرئيس حاتم اسحاق. فالناس دائما بتفكر في انه المجتمع ممكن تقدم لشنو. جميل، الله يوفقكم إن شاء الله ويزيدكم علم وعمل يا رب العالمين. لكن نعود مرة ثانية، وضحوا لي أكثر وللمشاهد اللي حابي يتعرف على نشاطات النادي من ناحية الألعاب المائية تحديدا، هي شنو؟ تخدم أي فئة؟ هل في فئات عمرية محددة؟ هل إحنا نقول إنه في مشاركات نسائية ومشاركات رجالية ولا ماذا تقول عن الألعاب المائية؟ زي ما ذكرت لك يا أخت مودة في الأول انه يعني المهرجان يومين، اليوم الاول الافتتاح حيكون فيه مسابقه الصيد والسباحه والكره المائيه. يعني فقط نشاطين بالنسبه للالعاب المائيه، السباحه الحره والالعاب والصيد والصيد والصيد. نعم ثلاثه نشاطات هتكون في المهرجان. طيب حابين تضيفوا شنو بالنسبه لي المجال ده؟ والله بالنسبة زي ما ذكرتي انه احنا مستهدفين كل الفئات العمرية، يعني من فئة 3 سنين لحد 60 سنة او اكثر كمان. فعندنا الالعاب المائية وعندنا الرسم على الرمال برضو كبرنامج بالنسبة للاطفال. عندنا معارض لفنانين تشكيليين من منطقة جبلولي عامة بدون ذكر الاسامي، كلنا اتصلنا عليهم على اساس انه يشاركوا في المعرض ده. بالاضافه للذكر الاخ الصادق، معرض الفلكلور ومعرض الصناعات الغذائيه الخاصه بالاسماك، يعني الفسيخ الملوح الحاجات زي دي. وعندنا رواد يعني من رجال من نساء، يعني بدوا في مشاريع ضخمه جدا واخذوا اسم تجاري وشاركوا في معارض، معرض الخرطوم الدولي او معرض في قاع الصداقه، معرض الصناعات الغذائيه. مرحوم حسن بشير نصر كان رائد مجال العمل تمليح الاسماك الفسيخ الميلوحه، ربنا يرحمه ويغفر له. وهذا كان مشروع رائد وكان شاب طموح الحمد لله. ف
فنحن بنزعة أنه نطور مهنة الصيد زي ما قلت لك في الأول إنها هي حرفة لغالبية سكان منطقة جبل أولية، هي مهنة الصيد. وزي ما ذكر أخ صادق أنه في الصيد الجائر دي طبعا مهمة إدارة الأسماك والمصائد، هم قايمين بدورهم على أكمل وجه. فنحن من خلال يعني تفاعلنا مع منظمات ومع هيئات البيئة ومكافحة التصحر وحاجات زي دي، نستعين بالشباب على أساس إنه شنو نظافة النيل من الأكياس من الأوساخ من كده، دي كلها حاجات يعني مدمرة للبيئة وطاردة للجانب السياحي. إحنا مستهدفين الأجانب، يعني جبل أولي تاريخيا معروف إنه يعني يوم الأحد الكلام ده في الثمانينات والسبعينات بيجوا الأجانب كل الجنسيات، في الجاليات، الجالية الهندية، الجالية السورية، يعني بيجوا يوم الأحد، واحدين بيجوا يوم الجمعة يعني من الصباح. بس للأسف الشديد البنى التحتية يعني ضعيفة جدا، ما بتستوعب غير إنك تجي رحلة لمدة يوم واحد، يوم جمعة ويوم سبت. لكن عشان تقعد رحلة لمدة أسبوع كده ما في فنادق مهيئة، ما في وسائل نقل مريحة، يعني شارع الخرطوم جبل أولي يعني حالته يرسى لها. يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنطالب الدولة انها تزعى لانه توسعت شارع جبل أولي من الاحتياطي المركزي الى المثلث، ده يعني ركن اساسي من اركان تطوير السياحة في منطقة جبل أولي. يكون عندك شارع، يكون عندك بنى تحتية ممتازة، دي كلها مقومات للسياحة. كده بنستقطب من السودان ومن خارج السودان، يعني بيجوا أجانب زي ما ذكرت لك من كل دول العالم بيجوا منطقة جبل أولي، هواة الصيد، هواة الرحلات النيلية. يعني في مشروع بتاع الباص النهري كان من الشجرة لحد الجبل، البساطة النهرية. نعم المشروع ده توقف طبعا مدة طويلة، كويس. هي ممكن تكون وسيلة بتاع الترفيه أكثر منها وسيلة بتاع مواصلات، الرحلات النيلية دي كلها مشاريع مستقبليه. يعني احنا بندعو رجال الاعمال من منطقه الجبل ومن خارج الجبل من برا السودان انهم يدعموا السياحه النيليه، بالذات منطقه جبل أولي تعتبر المناطق السياحيه يعني اللي بيشار لها بالبنان. دي طموحنا كلنا وهدفنا الاساسي، يعني بعد حاجات كثيره جدا انه المهرجان ده ينجح داخليا وتسويقه يكون عالميا، على اساس انه السنه الجايه يكون بافكار جديده، يكون عملنا لنا نظام بتاع فنادق، حمامات، يعني حاجات تأهل الزول الجاي يترفه انه يلقى كل وسائل الراحة من الصباح لحد ما يرجع بالمساء. انا صراحة احييك، والله احييك يعني على الكلام الجميل. وبعدين ما شاء الله تبارك الرحمن، الواحد بيكون مبسوط لما يلاقي ناس يعني بيقول لك الشخص الصحيح في المكان الصحيح، افكار جميلة وأداء جميل ما شاء الله تبارك الرحمن. وأعمالكم أكيد يعني واضح أن هي رأت النور وستنال نور أكثر وأكثر في المرات المقبلة بإذن الله تعالى. إذا أعزائنا فاصل قصير ونعود بعدها ونواصل فقرة برنامج في الموعد. شروق التقدم والتنمية. اهلا وسهلا، عدنا مرة اخرى لنواصل حديثنا في برنامج في الموعد في الحلقة الجميلة التي تتحدث عن منطقة جبل أولية وتحديدا نادي الجهاد الرياضي الثقافي. الآن سيد صادق، من خلال المهرجان سيتم تكريم الفنان الهادي حمد الدجبل وأبو بكر كاكي، ما خصوصية التكريم لهذا الثنائي تحديدا لو تحدثنا في البداية عن أبو بكر كاكي؟ طيب أول حاجة أبو بكر كاكي، نحن في نادي الجهاد دائما بننظر لأبناء المنطقة كعموم، اللي قدموا
وشاركوا في محافل خارج جبل أولياء. يعني عندنا لعيبة في الممتاز، عندنا لعيبة في درجات الوسطى، فأبو بكر كاكي كان إضافة حقيقية. فنحن حسينا إنه ظلم من ناحيتنا نحن إعلاميا كمنطقة وكنادي جهات بالأخص. أبو بكر كاكي من منطقة جبلوية، يسكن دار السلام، الآن هو في الشقيلاب ولا زال تبع جبلوليا، اللي هي محلية جبلوليا. أبو بكر كاكي قدم للسودان كعداء عالمي، يعني يشار له بالبنان، عنده إسهاماته وعنده الميداليات الجابة في المحافل دي للسودان، شرفنا وشرف البلد، وهو رفع علم السودان في المحافل الدولية في مرات عديدة، في مرات عديدة. يعني أبو بكر كاكي كان يشار له بالبنان، فأنا تتخيلي زول زي ده يستحق إنه نحن نكرمه ونرفع له القبعات إجلالا وتقديرا للحاجات اللي قدمها للبلد. يعني فإحساسنا تجاهه كان إنه نحن المفروض نعمل له حاجة. ليه؟ لأنه نحن حسينا إنه ما أخذ كفايته في التكريم ولا في ما أخذ كفايته من ناحيتنا نحن. ونظر ربنا سبحانه وتعالى انه احنا التكريم والاحتفاليه به تكون يعني قدر المجهود والحاجه اللي قدمها للسودان. يعني باذن الله تعالى منطقه جبل أولياء كما قيل لكل مقام مقال ولكل حدث حديث. لا باذن الله يعني انتم حتعملوا حاجه اكثر من رائعه، لا سيما انكم لا تنسوا الفضل، يعني طالما انه فلان قدم حاجه فانتم بتكونوا مذكرين له الجميل، ودي حاجة جدا رائعة صراحة منكم، يعني تشكروا عليها كإدارة وكأفراد وكمواطنين تنتمون لمنطقة جبل أولياء. إذا بالحديث عن تكريم الفنان الهادي حامد ودى جبل. الهادي حامد ودى جبل هو رمز من رموز الغناء والطرب الجميل لكل السودان داخل السودان وخارج السودان. فنحن بنسعد جدا بانه من ضمن المكرمين يكون الاستاذ القامه الهادي الجبل. الهادي يعني فنان ومطرب، ويعني عنده اسهامات فنيه كثيره جدا، ويعتبر مدرسه فنيه متميزه ومتفرده، عنده معجبين يعني كميات كبيره من الشباب ومن كل الفئات العمريه. فنحن بنكون سعيدين جدا يعني حتى الهادي لما يجي في زيارة في الجبل وبنلتقي به وبنسمعه وبنشاهده في قنوات وفي مناسبات اجتماعية كثيرة جدا، فيستحق التكريم الهادي كرمز من رموز الجبل. ويعني هو الحمد لله وافق بالفكرة ودعمه وما زال يدعمه، ونحن سعداء زي ما قلت لك بانه الهادي يكون من ضمن المكرمين في مهرجان صيد الاسماك والالعاب النهريه والمائيه. طيب من هذا المنطلق يعني ممكن نقول كيف هي مشاركه نجوم المجتمع في هذا المهرجان تحديدا؟ زي ما ذكرت لك قبل كده عندنا اولادنا في المملكه هم اللي بدوا للترويج للمهرجان من اليوم الثاني من طرح الفكرة. من اليوم الثالث بدأت التبرعات المادية وحصلت قرابة 200 مليون. انت قلت كمان في فترة قصيرة، في فترة قصيرة جدا داخل منطقة جبل أولي أو أبناء الجبل في منطقة جبل أولي وفي الخرطوم وخارج الجبل. الطيور المهاجرة كان لهم يعني القدح المعلى في دعم أنشطة النادي يعني بكل ما يملكون. فالشباب توم كبكب وراشد بن عوف ما قصروا، ويعني التغوا أو أرسلوا فيديوهات ترويجية يعني مدتها دقيقة دقيقتين 40 ثانية لمشاهير الغناء والفن والأدب في السودان. أنت قبال ما نبدأ التسجيل ذكرت العديد من الأسامي. نعم، فزي مين من الفنانين او من نجوم المجتمع اللي شاركوا؟
والله هم طبعا عندنا اول حاجه الاستاذ يوسف البربري، الاستاذه سميره دنيا، هاني عبدين، جمال فرفور، كميه من الفنانين ونجوم المجتمع والرياضيين برضو. حتى عندنا رياضي في جنوب السودان جاسين ريتشارد جاسين، يعني عمل رساله صوتيه ترويجيه للمهرجان. عندنا اعلاميين في قنوات فضائيه سودانيه، عندنا اعلامي يعني رسل رساله عبر الواتساب من محمد طه القدال، محمد طه القدال نعم. واحنا في الحقيقه يعني قدمنا دعوات لمشاهير ولمسؤولين في الدوله، يعني يعني حصلنا وزير الحكم الاتحادي، وزير الثقافه والاعلام، مدير السياحه ولايه الخرطوم، كلها احنا قدمنا لهم دعوات، وزير الثروه السمكيه والحيوانيه، مدير جامعه النيلين، كليه التقاليد الزراعيه وعلوم الاسماك في جبل اولي، لانه عندهم قسم خاص للاسماك في مدينه جبل اولي، جامعه يعني تابعه لجامعه النيلين. فالدعوات غير الفنيه والاعلاميه ونجوم المجتمع، حتى من رجال الاعمال، يعني حنقدم او قدموا دعوه للكاردينال اشرف الكاردينال، ودعوه للخندقاوي بواسطه مسؤولين المكاتب. وزي ما قلت لك يا استاذه انه نحن هدفنا انه نجمع اكبر عدد من ابناء جبل اولي، يعني مش من الحله الجديده، احنا مستهدفين جبل اولي كمحليه كامله، انه نشرفونا. وبالفعل قدمنا دعوات لكل انديه الدرجه الاولى والثانيه والثالثه بكل فئاتها لحضور والمشاركه في المهرجان. قدمنا برضو دعوه لشعراء من جبل اولي، وفنانين تشكيليين من جبل اولي، اصحاب صناعات الغذائيه من جبل اولي، دول كلهم حيكونوا يعني قدمنا دعوه برضو للفنون الشعبيه عشان تشارك، قدمنا دعوه برضو لناس الحياه البريه انهم يشاركوا في المهرجان. دي كلها الدعوات دي الحمد لله وصلت للناس، وكثير منهم التزموا بالحضور وبالمشاركه وبالمساهمه. نعم. يبدو ان لكم قبول ما شاء الله، يعني كل فئات المجتمع حابه تشارك. اتوقع كمان حتى لو ما كان وجهت لهم دعوه، الناس دي كانت حتجي تساهم كمبادرات منها لولاء للمنطقة ذات نفسها، وأنهم حابين يدعموا السياحة في السودان بشكل عام وفي منطقة جبل أولياء بشكل خاص. من الحاجات اللي بتشتهر بها جبل أولياء هي الترابط الاجتماعي. يعني لما أنا بادر بحاجة، يعني نحن بادرنا بأنه نحن دارين نعمل مهرجان الصيد للألعاب النهرية، صيد الأسماك والألعاب النهرية بجبل أولياء. نحن كمجلس إدارة كنا واضحين تماما انه نحن ما حنكون برانا الحلة، حينا حلة جديدة، ومن هنا نحيي جميع الأسر وجميع الأخوان والأخوات في الحلة الجديدة. الأندية على نطاق جبل أولياء يعني كلهم رحبوا بالفكرة، رحبوا بالمشروع، وداعمين المشروع دعم كبير جدا. من ضمن الفيديوهات، وانا احيي الاخ حسام العالم، هو في السعوديه من نادي التريعه تريعه تلبيه، كان في الممتاز. حسام ده رسل لنا فيديو، نفس الفيديو بتاع الفنانين، فيديو ترويجي يعني. هو ذاته نزل الفيديو ونزله على جروباتهم في التريعه وعلى في جروباتهم في السعوديه وفي الشغل، ودعم الفكره. فانا احيي حسام العالم واحيي اسره التريعه وجميع الانديه، زهره العامل، الجهات، الامل، كلهم واحد. الشباب نحيي نادي الشباب ومتمثل في مجلس ادارته الداعمنا. فلقينا القبول. يعني الترابط الاجتماعي، الناس دي كلها هي بتكون واحد وبتكون على قلب رجل واحد، في انه المهرجان ده لما نبدا ما حقنا. يمثل الجبل ليه؟ يمثل جبل اولياء. يمثل الكيان الكبير اللي الناس كلها قاعد تريده. بيمثل السودان عموما. بيمثل السودان. لا سيما الجاليات اللي بتجي. نعم. بالضبط. باذن الله. ففشلوا. طيب.
فشلوا ما يعني فشلوا اي زول حيكون حريص انه يشارك وينجح البرنامج لانه ما حيحب انه الحاجة تفشل لانه في النهاية نجاحه من نجاح الجميع في منطقة الجبلوية. نعم. يعني ان دل على شيء فيدل على محبة وترابط اهل المنطقة. محبة كبيرة بين الناس. يعني ذكرنا امتى متى بالضبط كان التاريخ بتاع بداية المهرجان؟ يعني توقيته السنوي من كم الى كم؟ المهرجان هنعمله يوم 7/8 2020 و8/8 2020. يومين محددين يومين مستهدفين انه الجمعة بعد العيد. عاملين دائما وفق معايير وقعدنا يعني انه احنا اليوم ده ليه اخترنا هو نهاية الإجازة. الناس بتكون قاعدة ودائرة بعد ذاك البرنامج نخلق اليوم ترابط أسري ترفيه بالنسبة اليوم. حيكون آخر جمعة والناس نازلة بعد ذاك الدوام آخر جمعة سبت. بعد ذاك بيعملوا ذكريات جميلة يعني وبنعمل اليوم ريفريش كده للدوام والحياة. يعني ممكن نقول دي دعوة لمحبين الترفيه والناس اللي بتحب الطلعات والجمعات انه دي دعوه نعتبرها يجوكم في منطقه جبل اولياء اكيد في تاريخ 7/8. اكيد نحن من هنا بنقول لهم يوم 7 و8/8 تعالوا لنا في جبل اولياء وحتلقوا كل وسائل الترفيه ان شاء الله. طيب تفاصيل اليوم الاول وتفاصيل اليوم الثاني عشان الناس اللي حتجيكم تكون مرتبه حال على الاساس ده، فماذا يحتوي اليوم الاول؟ دي فرصة لسيد أمين المال لأنه هو الوضع البرنامج النهائي وهو مدري أكثر. هو في الحقيقة الاجتماعات مستمرة لتحديد مسار اليوم الأول واليوم الثاني. بالنسبة للفترة الصباحية هي حتكون بالنسبة لصيد الأسماك دائما يكون في الفترة الصباحية، والسباحة فترة الصباحية، وبعد كده الألعاب النيلية والرسم على الرمال، بالإضافة للمعارض، المعارض التراثية ومعارض الفنانين التشكيليين من منطقة جبل أولي. والشيء الثاني في برنامج برضو في ملعب خماسيات نادي الجهاد، ده في الفترة المسائية بين فريق أطهر الطاهر سمان الصاوي سمان الصاوي طبعا من أبناء الجبل وأطهر الطاهر، فحيكون في برنامج خماسيات. في الفقرة الرئيسية هي في بالنسبة للفن والغناء، في استضافة لفنانين كتار زي ما قلت لك، لكن احنا مرشحين الفنان البربري يوسف البربري انه حيكون من ضمن الفعاليات في المهرجان بالنسبة للحفل الغنائي مفتوح. الحفل الغنائي نهاري. بمناسبة الحفل الغنائي والحاجات دي برضه احنا عاملين حسابنا لمسألة جائحة كورونا، يعني مجهزين كمامات ومعقمات، وعندنا غرفة خاصة بالحالات الطارئة، واستعنا بناس الدفاع المدني يعني أكدوا مشاركتهم جاهزيتهم للمشاركة والمشاركة، وعندهم اللانش حيكون على طول النيل يعني المراقبة للمتابعة الحالات الطارئة لكل شيء. يعني دي أخذنا موافقتنا المبدئية. نعم. بالإضافة لأنه الهادي حامد مكرم برضه حيكون حيشرفنا في المهرجان بالأغاني، برضه يعني استعنا بشعراء من منطقة جبل أولي برضه حيشاركوا في المهرجان. بالإضافة للمأكولات والمشروبات الباردة والساخنة، وبالإضافة للمطعم المفتوح للأسماك كل أنواعها، ودي كل حاجات يعني حتكون ضمن الفعالية بتاعت هي دائما حتكون من الصباح لحد الساعة 6 مساء. يعني الفترات المسائية ما حيكون في كلها نهارية، يعني تعتمد على ضوء الشمس، على ضوء الشمس من الصباح الباكر إلى حتى وقت الأصيل والمغرب. وقت الأصيل والمغرب ده في جبل أولي وفي المرسى عنده محبين وعشاق غروب الشمس. يعني في ناس بيجوا مخصوص من مناطق جبل أولي المختلفة بيجوا يحضروا فترة الغروب في المرسى غروب الشمس،
فالناس تحضر الغروب وتجينا اليوم الثاني الصباح. كلام جميل. إذا يعني بعد الكلام ده كله والأفكار الرائعة والتخطيط الأكثر من ممتاز وقابليتكم في ظل الجائحة أنكم تستقبلوا الأعداد المهولة ومعتنين بصحتهم، معتنين بنفسيتهم، معتنين بأي حاجة من جوانب السواح وأهل المنطقة ذات نفسهم، ما هي قدرتكم كنادي على الاستمرارية في كذا مهرجانات في الفترة القادمة يعني؟ والله يا دكتورة مودة، نادي الجهاد هو ككيان، يعني نحن وضعنا لبنة هو حجر أساس ومعروفين ما من جفتان، فبإذن الله هيكون عندنا مواسم. يعني نحن بدينا صيد الأسماك ده الموسم الأول وإن شاء الله نحن هنسلم الراية لأجيال البعدين. يعني هيكون كل سنة والناس كلها هي مجتهدة، سلبيات وإيجابيات، وبنقعد هسه بنشوف السلبيات بنشوف الحاجات كلها. عندنا لجنة خاصة للموضوع ده اللي هي لجنة بعد المهرجان، مهمتها تدينا السلبيات والإيجابيات، طيب الحاجات اللي متى عملت والحاجات اللي كان المفروض تتعمل، تقييم الوضع العام. تقييم الوضع هو مع أي مشروع في الدنيا دي، ما لم أنت تبدأ فيه وتجربه هو بيبقى مجرد فكرة، مجرد فكرة. وبعد ذاك الناس يعني تعضوا على النواجذ، يا ريت أنا لو عملتها. فالحمد لله نحن ما عندنا يا ريت دي. يعني فكرة من الأخ عمر في 24 ساعة، نحن كمجلس إدارة سخر لنا إمكانياتنا، عملنا اجتماع و يعني أنا بنقولها هينجح بإذن الله. صنابر صنابر بإذن الله بإذن الله. بالإضافة للكلام اللي قاله الأخ الصادق، إحنا بنعول على الشباب، الفئات العمرية مستهدفينا بصورة كبيرة جدا. ما طالما أنكم مهتمين كذلك بمواقع التواصل الاجتماعي وأنكم تتواصلوا مع الناس، نعم، سواء في بلاد من داخل الدولة أو خارج البلاد، نعم، فدي حاجة جدا جميلة. معناها إحنا كأنكم بتقولوا لهم إحنا بنسمع عليكم، إحنا مهتمين بآرائكم. نعم نعم. أنا أضيف لك يعني بالإضافة لكلام الأخ أسامة، بالنسبة للجائحة وبالنسبة للتنظيم الداخلي حيكون داخل المهرجان. المهرجانات اللي بتكون دائما على الشواطئ هي يعني دي المهرجانات المفتوحة. المهرجانات المفتوحة نحن الآن عندنا مختصين، شباب مختص في حدود 200 شاب، هم ديل مهمتهم سلامة الناس داخل المهرجان، والتباعد الاجتماعي والتنظيم وتوزيع الكمامات وتوزيع المعقمات. عاملين لهم لجنة طارئة لوحدها، هما 200 شاب مهمتهم الوحيدة داخل المهرجان دي المتابعة الدورية والمستمرة لسلامة الجميع، صغار وكبار. بالضبط. إذا احنا نقول لكم والله يعني الله يقويكم كمان وكمان، يديكم العافية. اللهم امين. نطلع فاصل قصير نستمع فيه لأغنية من الهادي ودل حايد. ظهرت أجمل بتاع عصرية بين المغرب والعصرية، ظهرت أجمل بتاع عصرية، سمحة الوطفة غصن الفارع، لون الشمس الماء سمح الوقف غصن الفارع، لون الشمس الماء ذهبي، قد معالم ما عادية
جهنم عند الخسر الوقف الحص ملكة مريم الماشى الغص موكب عاشقها تفن شهق الشارع شل الناس الكانوا مر ما زي ناسنا إغا حي أرواح منقشرة نوع الزي ولون البشرة إغا حي أرواح منقشرة نوع الزي ولون البشرة حال الب حزن الناس اتطور روح حتى القمرة اتغير حالة لا بتتأخر لا بتغيب لا بتتغير لا بتشيب حتى القمرة اتغير حالة لا بتتأخر لا بتغيب لا بتتغير لا بتجيب كل الناس دخلت في حالة الأطفال خلوها في حالة. في ختام حلقة في الموعد لهذه اليوم أشكر جدا ويسعدني ويشرفني أني كان في ضيافتي هذا اليوم السيد الصادق الهادي والسيد أسامة محمد عباس أعضاء لجنة نادي الجهاد الرياضي الثقافي بمنطقة جبل أولياء. نورونا كثير عن معلومات جدا جميلة ومعلومات من قديم الزمان إلى التاريخ الحالي والأفكار أيضا المستقبلية، فكل الشكر وكل التقدير لكل القائمين على هذا المهرجان وكل التحايا لأهل مدينة جبل أولياء فردا فردا. دمتم بحفظ الله ورعايته إلى حين الملتقى. جات من وين والدنيا سمايل جات من وين وما نسايل جات من وين والدنيا سمايل جات من وين وما نسايل أدرك سبقك صح النايم أرادوك سووك في صورة والعشقين لبسوا أدمايم يلما صور يحيى الباري جات من وين جات من وين جات من وين والدنيا سماي جات من وين وما نساي جات من وين والدنيا سماي جات من وين وما نساي أترك سبقك صح النايم
أرادوك سووك بالصورة والعشقين لبسوها تمايل صور ليحيى الباري بلدك يا تو قبيلة جنسك بلدك يا تو قبيلة جنسك بلدك يا تو قبيلة مشيف خطوة وقد نبيلة أهلك وطنك من الناس وعلفت وشكل الغامة صوت الضحكة ووضع الشامة وعلفت وشكل الغامة صوت الضحكة ووضع الشامة كارت أدلك دنيا مريحة التسريحة وطعم الريحة.